السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى ثانوي هنراجع مع سعادتك في هذا الفيديو إن شاء الله الهومر كله بتاع يونت 10 سيشن A وسيشن B. يلا بطل. أول جملة سعادتك: She is a nurse. She offers help. طبعا هي مريضة مالها بتقعد المساعدة and support والدعم to every patient. أكيد طبعا سعادتك هتبقى حد بنسميه حد مهتم، هتبقى عندك كلمة caring رقم C كده يا اخوانا، معناها مهتم او مراعي زي ما احنا خدناها مع ساعتك. I applied a big company. قلنا apply حرف الجر بتاعها to لما انت بتجيب الاماكن. apply for بتقدم لشيء. قلنا apply in يتقدم كتابيا، apply in writing او in person زي ما خدنا معك. My father works in the English department. بابا شغال في قسم اللغة الانجليزية at او النون يونيفرسال في جامعة ساعتك مشهورة، هتبقى عندك in the English department رقم C معناها قسم. خلي بقى ساعتك. She's a student. هي طبعا طالبة مجتهدة او جادة في عملها، هتبقى عندك hard work رقم C خلي بقى ساعتك. She finds working for charities very. الصفة طبعا انها اسمها rewarding معناها مجزي. معنى الجملة هي بتجد العمل في الجامعات الخيرية حاجة مجزية، هتبقى عندك rewarding رقم C خلي بالك. He found an interesting. مشهورة طبعا الجملة، هتبقى عندك كلمة job لان احنا قلنا كلمة job كلمة تعد، اما كلمة work كلمة لا تعد. الله ينور. What are the main skills for the job؟ يا جماعة ايه المتطلبات طبعا ساعتك طبعا بتاعت الوظيفة المطلوبة، هتبقى عندك required رقمين معناها المطلوبة. What are the main skills؟ المهارات الأساسية المطلوبة. هنا يا جماعة صفة خلي بالك، كلمة required معناها مطلوبة بس هنا في question mark منسية. There are many jobs with young people in Egypt today. طبعا في كتير من الوظائف ساعتك إيه ليها شعبية، ليها حب عند ناس ساعتك النهاردة، تبقى عندك popular رقم C زي ما قلنا محبوب أو يعني شعبي أو منتشر بمعنى صح. Mr. Shafi is greatly. هنا خلي بالك انت موجود عندك حال greatly حال، الحال ده يا جماعة بيسبق الصفة، يبقى الجملة عادة عن مستر شافعي يعني راجل ساعتك ماله ذو خبرة عظيمة طبعا في كذا، هتبقى عندك رقم C هنا experienced رقم C خلي بالك صفة experienced صفة يا جماعة خلي بال حضرتك. His new job responsibilities are very. His new job responsibilities مسؤوليات وظيفته الجديدة مرهقة متعبة زي ما كنا قلنا stressful رقم C يا جماعة معناها مجهد أو متعب. stress قلنا معناها متعب أو مجهد أو متوتر. when he becomes angry طبعا لما بيكون غاضب he looks بيكون شكله عامل ازاي. و I feel afraid of him لما هو بيغضب يبقى شكله مرعب مخيف. هو يا جماعة اللي بيكون مرعب خلي بالك هتبقى عندك رقم B طبعا frightening قدامك ايه. the at the petrol station asked me if I wanted to fuel up. مين طبعا اللي موجودة في محطة البنزين سألني عايز تفول عربية؟ اللي شغال في مكان احنا نسميناه attendant رقم B قلنا المساعد في مكان خلي بالك. when your teacher talks you must pay. التعبير اسمه pay attention رقم D بمعنى طبعا ينتبه. معنى الجملة لما المدرس بتاعك يتكلم انت لازم تنتبه تركز، يعني التعبير اسمه pay attention رقم دي خلي بالك. to work in customer service عشان ساعتك تشتغل في خدمة العملاء you need to be a good طبعا لازم تكون عندك خبرة في التواصل مع الناس بنسميه good communicator رقم A خلي بالك. help you get or improve the skills needed for work يساعدك ان انت تحصل على او تحسن المهارات المطلوبة للعمل. اكيد طبعا التدريب لما تتدرب هتحصل على مهارات او هتحسن مهارات بالفعل موجودة عندك، هتبقى عندك هنا training رقم C معنى التدريب. he got an for his hard work حصل على ايه لعمله الشاق كده، حصل على مكافأة هتبقى عندك reward رقم D لعمله الجاد او عمله الشاق reward مكافأة زي ما انت عارف. good citizen المواطنين الصالحون are to their country هم مخلصين لبلدهم، هتبقى عندك are loyal طبعا عندك رقم D معناها مخلص او وافي للبلد بتاعته. he failed the same exam twice هو فشل سقط في نفس الامتحان مرتين. he can't be طبعا مستحيل يكون جد في عمله، يبقى عندك هنا hard work رقم B خلي بالك. speaking is an important language يا جماعة التحدث يعتبر سعادتك طبعا ايه للغة مهمة، يعتبر مهارة في اللغة هامة، هتبقى عندك skill رقم A. he's a new graduate هو طبعا ساعتها خريج جديد. he doesn't have any experience ده حد متخرج جديد طازة
ما عندوش طبعا يبقى ما عندوش خبرة عامة مالية، ما مشتغلش. يبقى انت رقم بي، خلي بالك براكتيكال رقم بي معناه طبعا خبرة عملية. I joined university and graduated with A in English teaching. قال لك انا دخلت الجامعة وتخرجت ومعايا ايه في تدريس اللغة الانجليزية ومعايا درجة علمية. قلنا يا جماعة كلمة degree معناها درجة علمية، شهادة الجامعة. خلي بالك the manager was and agreed to change the date of the meeting. المدير كان ايه؟ وافق انه غير معاد الاجتماع، كان معادنا الساعة كذا خلال الساعة كذا، ده نوع من المرونة. يبقى عنا طعنا رقم دي flexible، رقم دي معناها مرن. خلي بالك I trust him because he's strong and he to different situations. قال لك انا بثق فيه عشان هو ما شاء الله قوي وبيعمل مع المواقف المختلفة بيتأقلم معاها. هتبقى عنا طعنا كما adapts، رقم سي قلنا adapts حرف جرابة تو معناه يتأقلم مع شيء أو يتكيف معه. You want to be able to take your exam on the tablet without this. أنت مش هتقدر إنك تاخد امتحانك على التابلت من غير طبعا هذا الابليكيشن، طبعا التطبيق سهل جدا. طبعا رقم سي حاجة أنت أستاذ فيها. To get some experience I had to work as an to a famous surgeon. عشان أخد بعض الخبرة اضطريت أشتغل إيه؟ عند جراح مشهور متدرب او متمرنة. هذا طبعا ساعتك ان ابرنس رقم ايه، خلي بالك. To get some experience I to a famous surgeon. جملة عندك محتاجة فعل، جملة اخوانا محتاجة فعل عشان اخد خبرة. انا ايه؟ انا اتدربت. هتبقى عندك ابرنتس رقم دي، خلي بالك تدربت كذا. الجملة عندك رقم 27 he loved his family and about all of them. بص يا جماعة هنا عندك في جملة كلمة and قدامك ايه؟ هو حب، يعني كان بيحب كل عيلته واكيد طبعا محتاج فعل وكان بيهتم بيهم. هنا احنا محتاجين فيرب، خلي بالك. يبقى عندنا هنا كلمه كيد رقم دي، خلي بالك. I'm lucky to have such a caring. احنا قلنا يا جماعه كلمه caring دي معناها مهتم. صفه يا اخوانا، صفه يا اخوانا، الله يكرمك. caring قدامك اهي. كايرو تاور روز، الجمله دي جمله مبنيه للمجهول. برج القاهره طبعا ماله شويه اتبنى سنه كذا. هتبقى عندنا طبعا ووز كونستراكتد رقم سي. كونستراكت معناها يبني او يشيد. لما تعمل الجمله بتاعتك بس بنجيب فيرب تو بي ومعاه باست بارتيسيبل، خلي بالك. them of cairo tower was in the 1960s. ايه اللي برج القاهره كان في الستينات؟ بالعقل كده ما بين كلمه the وكلمه of انت محتاج noun، ما بين كلمه the وكلمه of محتاج noun، خلي بالك. يبقى الجمله معناها تشييد او بناء. برج القاهره كان كذا، هتبقى عندك هنا the construction of رقم دي بمعنى تشييد او بناء. The cinema in the USA طبعا ساعتها كان معناها صناعة السينما. هنا كلمة industry ما نقصش بس الصناعة نفسها، يعني الحرفة أو المهنة أو البزنس، يعني هتبقى عندك the cinema industry أول اختيار. There are 35 factories ساعتها كان، وطبعا في 35 factories 35 مصنع in the new area. كلمة اللي قدامك كلمة area منطقة محتاج لها صفة، معنى الجملة في 35 مصنع في المنطقة الصناعية الجديدة. هتبقى عندك industrial رقم بي، خلي بالك. دكتور علاء had his in medicine in 2018. دكتور علاء حصل على his. انت محتاج نون، خلي بالك. انت محتاج اسم، خلي بالك. كلمة his بعد كلمة his محتاج نون، خلي بالك. يبقى حصل على المؤهل بتاعه، شهادته الجامعية معنى صح. يبقى عندك his qualification رقم دي. لو قال لك هنا بتساوي ايه؟ بتساوي او شبه الكلمة دي كلمة ديجري، خلي بالك. He failed in the job because he is to do it. هنا بقولك طبعا هو فاشل في الوظيفة عشان هو مش مؤهل. يبقى الصح بتاعنا he is unqualified رقم C بمعنى غير مؤهل، خلي بالك. طبعا the adjective describes something that makes you feel good. الصفة دي يا اخوانا بتصف شيء بيخليك تشعر بان انت يعني تشعر احساس كويس. فطبعا الصفة هتبقى عندك rewarding رقم بي معناها مجزي، معناها مرضي. يبقى انت اكيد بتشعر معاه بالايه؟ بالسعادة. is the work of burning something. هو العمل يا اخوانا، العمل بتاع بناء شيء معين، يعني ما يسمى البناء او الانشاء. هتبقى عندك هنا كلمة construction رقم بي بناء او انشاء. is the qualification you receive when you finish university. عبارة عن مؤهل تحصل عليه لما ساعتك بتخلص الجامعة، ده ما يسمى قلنا ديجري، شهادة بتاعت الجامعة أو الدرجة العلمية زي ما اتفقنا معاك. My wife qualified an engineer. كلمة qualify حرف جرها as لما تجيب ورا منها وظيفة، خلي بالك. بيقول لك زوجتي تأهلت كمهندسة في 2004. هتبقى ساعتها كلمة as an engineer رقم دي، خلي بالك.
It is important for a teacher to communicate his ideas to. يا جماعة الكلمة اللي قدامها كلمة communicate اللي معناها يتواصل، تمشي معنى يوصل رسالة، فكرة، معلومة، أفكار، حرف الجر بتاعها to مش with. هنا الجملة اللي قدامك مهم جدا للمدرس ان يوصل افكاره للطلبة بتاعته، حرف جر عندك to يفهم يعني او يوصل رسالة لحد. I think the attention that is given، كلمة اللي قدام ساعتنا كلمة attention دي فعلها give attention to، مش معناه ينتبه، معناه يهتم بحاجة. give attention to معناه يهتم بحاجة، خلي بالك. I could not adapt، كلمة اللي قدامك كلمة adapt حرف جر بتاعها to، حط ورا منها اما noun اما verb هتضيف له ing، كلمة اللي قلنا معاك هتبقى عندك طبعا كلمة to living رقم دي، خلي بالك. if you don't the deadline، deadline يعني اخر ميعاد، الفعل بتاعها meet، خلي بالك meet the deadline يعني يعمل حاجة قبل الميعاد النهائي بتاعها ما يخلص او يجي طبعا ميعادها النهائي. discount does not to you، الديسكاونت سعادتك الخصم ده مش بينطبق على حضرتك، because you're not a member of the club، لان انت مش عضو في النادي. هنا كلمة apply اللي معناه يطبق واللي معناه كمان يضع، تمشي معنى ينطبق على، خلي بالك. currently طبعا حاليا، currently has a degree، الكلمة دي يا جماعة فعلها دو، فعلها دو، دو a degree يعني بيعمل درجة علمية، بيدرس يعني في الجامعة، قدامك اهي. on others will never make you successful، ايه على الاخرين عمره ما هيخليك طبعا ناجح، اعتمادك على الاخرين. reliance عندنا ساعه رقم دي، reliance شبه كلمة dependence يا جماعة، شبه كلمة dependence، خلي بالك، اعتمادك على الاخرين مش هيخليك ناجح. he was punished طبعا ساعتها coming early، هو تعاقب جه بدري، بتعاقب ليه؟ ظلم كده، يبقى تعاقب على الرغم من هو جاء مبكرا. هتبقى عندنا كلمة despite رقم سي، ما ينفعش كلمة although انت بتحط على منها ما يسمى جملة كاملة، subject وverb معاها، فعل وفعل. اما كلمة despite على منها noun زي ما كنا قلنا لك، او phrase عبارة او شبه جملة، ايه معنى صح. doing his job and studying was very to him، انه طبعا ساعتها كان يؤدي وظيفته وكمان كان يذاكر، ده كان شيء متعب، متعب بالنسبة له. تبقى عندك tiring رقم بي، كلمة tired معناها متعب، exhausted معناها مرهق، خلي بالك. after I graduated I got a 2-year contract، بعد ما اتخرجت حصلت على عقد لمدة سنتين. كلمة ساعتنا كلمة contract عن معنى عقد زي ما انت عارف. my brother works in a laboratory as a، اخوه شغال في معمل، مين؟ في الوظائف الاربعة اللي قدامه شغال في معمل. طبعا راجل ساعتها كيميائي او صيدلي، معنى كيمست رقم دي، كيمست كيميائي او صيدلي، خلي بالك. there are two obvious applications of the search، ساعتها طبعا في تطبيقين applications، ساعتها كان في تطبيقين مالهم عمليين لهذا البحث، هتبقى عندنا practical رقم سي، معنى عملي، خلي بال حضرتك، ماشي. هنا الجرامر بتاعنا بتاع يونت 10، he said، بص يا جماعه فعل قول عندك ماضي، فعل قول ماضي، هو قال the first thing he did when he got، لازم الافعال يتم تحويلها زي ما انت عارف، عندك من got رقم بي. she said فعل قول برضو ماضي، don't مش محوله، doesn't مش محوله، hasn't مش محوله، بس عندك من didn't touch رقم دي. he said قال his favorite drink، برضو ساعتها جمله محوله، هتبقى عندك كلمه was orange juice، عندك رقم سي. مصطفى ذات هيبقى عندك كلمة سيد عشان ما عندكش مفعولة، سيد من غير مفعول، لكن told محتاجة مفعولة. he said that his father him to make bread، teach محولهاش، has محولهاش، يبقى عندك كلمة had taught رقم سي، فطبعا كان ماضي يتحول بقى ماضي تام زي ما انت عارفه. حسين said that he special the following day، كلمة عندك في آخر الجملة كلمة the following day أصلها tomorrow، يبقى الجملة كانت مستقبل، هنحاول نخليها طبعا في الماضي. يبقى عندك هنا was making رقم سي، خلي بس ساعتها هنا will ما حولهاش، كان is ما حولهاش، هنا has ما حولهاش، ده كده ماضي مستمر. أيوه إن الجملة كانت مضارع مستمر لأنها كانت جملة ترتيبات، خلي بالك. he said that one of their ovens the day before، آخر الجملة يا جماعة كلمة the day before أصلها yesterday، يبقى الجملة كانت ماضي
حول هتخليها ماضي تام، يبقى الصحة بتاعنا هتبقى عند ساعتها طبعا had been repaired، هتبقى رقم دي بس صلحها مكتوبة غلط، هتبقى عندك had مش has. had been repaired جملة بس يا جماعة، الجملة مبنية للمجهول، قال إن واحد من أفرادهم اتصلح امبارح، عندك had been repaired رقم دي. علي says فعل القول المضارع ما تحولش حاجة، فعل القول المضارع ما تحولش حاجة. كاتب عندك في الجملة كلمة ناوي، معنى هنا كلمة is رقم 6، إن هو متعب جدا الآن. The priest said الشرطة قالت the murderer the night before، كلمة جماعة the night before أصلها last night، يبقى الجملة كانت ماضي، حاول هتخليها ماضي تام والجملة بسد، يبقى عندك had been arrested رقم إيه. My sister told me that she a new movie on TV then، كلمة عندك في آخر الجملة كلمة then أصلها now، يبقى الجملة كانت مضارعة مستمر، حاول وديها ماضي مستمر، هيبص عندك هنا was watching رقم بي، خلي بالك. My son told me just now، فعل الكلام عندك هنا اتقال من فترة قصيرة ما تحولش، الكلام عندك هنا اتقال من فترة قصيرة ما تحولش. طبعا ابني قال من شوية that he with friends tomorrow، كتب عندك في الجملة tomorrow، الكلام عندك حتى مستقبل اهو، يبقى الصح يبقى عندك will travel رقم ايه. رامي denied، deny شبه كلمة اسمها admit، admit يعترف وده لا ينكر، والاثنين وراهم دايما ing، طبعا عندك breaking رقم بي، خلي بالك. the doctor there is، هنا ساعدتك كلمتين وكلمة told ما ينفعوش عشان دول عايزين مفعولة، وطبعا doctors the جامع هتبقى عندك كلمة say رقم دي ما ينفعش says، خلي بالك. هاني said that he a new flat yet، كتب عندك في اخر الجملة كلمة yet بتاعت المضارع التام المنفي، الجملة كانت مضارع تام منفي، حول هتبقى ماضي تام منفي، هتبقى عندك hadn't found رقم C، خلي بالك ساعتك. he said that water if we heat it، وقال ان المية بتغلى واحنا سخناها، الجملة دي حالة اف صفرية وبتعمل على حاجة اسمها حقائق علمية، وفي الفاكس انت ما بتغيرش الافعال، هتبقى عندك boils رقم دي خلي، عشان طبعا دي حالة علمية. the tour guide explained، المرشد السياحي شرح ان the Nile the longest river in the world، طبعا ده حقيقة علمية برضو او ساعتها حاجة ثابتة، المرشد قال ان النيل اطول انهار الدنيا، هتبقى عندك is طبعا ما تحاولش خليها was. he his mother that عندك مفعول، عندك مفعول تبقى عندك كلمة told اخبر مامته كذا. I told Akram that I to the countryside the following weekend، كتب في اخر الجملة يا جماعة the following week الاسبوع القادم، جملة كده كان اصلها مستقبل خلي بالك، هيبقى الصح بتاعنا was traveling رقم C، خلي بالك. she her friend had an accident، هي ان صاحبتها عملت حادثة but I don't know whether she was running or not، هنا ساعدتك هتبقى كلمة said رقم ايه، لان انت ما عندكش مفعول، told محتاجة طبعا مفعول، tell طبعا ده في المضارع عايز برضه مفعول معاها، say ساعدتك ما تنفعش حتى مع كلمة she. أمينة said that she looked for a mechanic when your car broke down، الجملة محولة مصدر ما حولهاش، has to ما حولهاش، have to ما حولهاش، تبقى عندك had to رقم B، خلي بالك. he said that the moon it's light from the sun، قال ان القمر بياخد الضوء بتاعه من الشمس، حياد يبقى عندك كلمة gets رقم D، خلي بالك ساعتك. علي suggested that he، هتبقى كلمة should، احنا قلنا بعد كلمة suggest هتجيب فعل ومصدر يا اما should ومصدر، قلنا يا جماعة بعد كلمة suggest واخواتها هتجيب فاعل ومصدر الفعل، يا اما should ومصدر الفعل، قدامك في رقم 22. أمير told his father a moment ago، كتب عندك في الجملة a moment ago من لحظة فاتت، الحادث بتاعك اتقال من فترة قصيرة ما تحولش حاجة، فطبعا قال له انه ما عايز يبقى دكتور، هتبقى عندك wants اول اختيار، وطبعا is wanting ما ينفعش عشان wanting من الافعال ما بتجيش معاك في الاستمرار زي ما قلنا كذا مرة. she promised من الافعال معها to مصدر الفعل، promise من الافعال معها to المصدر طبعا او not to، لكن الجملة عندك على اثبات وعد، طبعا ان وعد انها تساعدني لو انا محتاج المساعدة، مش وعدت ان هي ما تساعدنيش، تبقى انت to help رقم B، خلي بس ساعتك. مها said that she had bought a car، هنا كلمة tomorrow دي مش محولة، هنا كلمة next day ده طبعا ده مستقبل، the day before ايوه سنة واحدة، the day after ده مستقبل، تبقى عندك هنا the day before رقم C، مكتوب عندك في الجملة had bought ده ماضي تام، اكيد كان قصه ساعتك يا ماضي بسيط يا مضارع تام، وطبعا هنا ماضي بسيط يبقى bought، طبعا هي قالت ان هي اشترت عربية يسترداي امبارح،
حاولنا امبارح خليناها زي دي بفول زي ما انت شايفه. شي هي فريند شي هاد وان، الجمله عندك هي مفعوله، قالت لصاحبتها ان هي كسبت كذا كذا، هتبقى عندك المتولد رقم دي خلي بالك. عادي سيد هي فلون تو لندن ذا ويك بيفور، اخر الجمله يا جماعه ذا ويك بيفور اصلها لاست ويك، خلي بالك هتبقى عندك هنا كلمه هاد رقم بي، الكلام كان في الماضي حولناه خليناه ماضي تام قدامك اهي. هي سيد ذات هي هيز هوم ذا بريفيوس ويك، اخر الجمله يا بطل كاتب عندك ذا بريفيوس ويك اصلها يا مستر لاست ويك، جدع الجمله كانت ماضي حاول تبقى باست بيرفكت ماضي تامك، هتبقى عندك هدن رقم ايه. ماي فريند تولد مي، ربنا طبعا يعافينا، يعني بقى عند سالتك ان اكسيدنت، هتبقى عندك هنا ذات هيت ست ان هو شاف حادثه، جمله عندك خبريه خلي بالك. اف السؤال وات في السؤال، طبعا اف السؤال مونا هي فريند هدى was in the day before، طبعا سالتك هنا مونا قالت ان صاحبتها هدى كانت عيانه امبارح، طبعا هتبقى عندك هنا كلمه ساد رقم دي خلي بال سعادتك، هنا صاحبتها اللي اسمها هدى خلي بالك من الكلام. علي told me that he to do his homework alone the next day، كلمه عندك في اخر الجمله the next، شوف انا بعمل ايه، جمله عندك في اخر الجمله الكلام بتاعك the next day ده اصلها tomorrow خلي بالك، يبقى الجمله كانت مستقبل والجمله محوله، هتبقى عندك was going to do now، طبعا يعمل واجباته لوحده تاني يوم. he has just said، الكلام هنا خلي بالك اتقال من فترة قصيرة، لسه طبعا ان هو to the cinema next week، الاسبوع اللي جاي، خلي بالك من حاجة احنا كنا قلناها next week كلام مباشر، اما كلمة the next كذا يعتبر كلام غير مباشر، هتبقى عندك will go رقم C دي جملة مستقبل وسيبناها زي ما هي عشان الكلام اتقال من فترة قصيرة. ياسر told me that he would join، would join يا جماعة would join هيلتحق، طبعا بالجمع السنة الجاية إن شاء الله. previous year ده طبعا ده ماضي، زي before برضه ماضي، هتبقى عندك the following year صح، وكمان خلي بالك the next year صح، اللي جابة في رقم 33 الاثنين صح خلي بالك. the driver was injured، قبل التصنيف التالت حط حالة، قبل التصنيف التالت حط حالة، تبقى عندك badly خلي بالك، السواق كان مصاب إصابة بشكل سيء. he said that the earth around the sun، قال ان الارض تدور حول الشمس، حقيقه علميه، يبقى عندك موفز رقم سي ما تغيرش حاجه. ذا دكتور نيد تو ستاي، طبعا ساعتها كده لما هو نصحني هتبقى عندك ادفايزد رقم جمله نصيحه خلي بالك. علي تولد مي ذات هي هاد تو جو تو ذا نيست ذا داي، جمله عندك طبعا علي قال ان هو اضطر يروح لدكتور الاسنان، طبعا ساعتك امتى؟ اليوم اللي قبل ساعتك، هتبقى عندك هنا the previous day رقم ايه؟ الجمله اصلها طبعا yesterday. علي سيز فعل قول مضارع يا جماعه، فعل قول مضارع ان revising for a test next week، هتبقى عندك هنا كلمه is revising، مش هنحول الجمله قدام ساعتك. هبه مي that she has to take a taxi for work، ادي عندك هنا كلمه has to، الفعل جوه مضارع، الفعل جوه مضارع، هنا حضرتك كلمة told بره حساباتنا خالص هي كلمة said، لأن أنت لو كاتب بره told أو said في الماضي كان لازم تغير أفعال الجملة جوه تخليها ماضي، هنا بقى says ولا tells، say من غير مفعولة، tell معاها مفعول، طبعا عندك tells رقم دي خلي بالك ساعتها. he said he had never been badly injured، قال إن هو عمره ما كان صاب إصابات بالغة، لكن طبعا his best friend had died، had died دي يا جماعة أصلها سعادتك died، طبعا هتبقى الجملة عندك هنا لكن السنة اللي فاتت، هتبقى عندك the year before رقم إيه الكلام في الماضي. she said the only part of the job she didn't like، هي قالت فعل قول ماضي، فعل قول ماضي are بره is بره خلي بالك، قالت الجزء الوحيد طبعا ده كده مفرد، يبقى عندك كلمة was رقم بي. he said he drive for his work and with that he had his own car، said يا اخوانا فعل قول عندك ماضي، is ما حولهاش have كده طبعا كده كده غلط اساسا، has ما حولهاش، يبقى عندك had to رقم بي خلي بس ساعتك. he said he married soon so he was saving to buy a flat، he said فعل قول بتاعك ماضي، is ما حولهاش وين ما حولهاش has ما حولهاش، يبقى الاجابه عندك هتبقى عندك was getting رقم ايه. he said he was leaving his job at the end of the week so he started the following weekend، عند ساعتها الجمله متجاوبه، مي مش متحوله ولا وين محوله ولا كان، هتبقى عندك كلمه could رقم بي،
فده قول ماضي لازم تغير كل حاجة. My mother said that she then missing twice a day. ماما قالت طبعا ان هي بتاخد الدواء مرتين في اليوم. الوحيد عندك المحولة كلمة talk رقم دي خلي بس ساعتك. رقية reported that she to enter the office 2 hours before دي اصلها 2 hours ago. يبقى الكلام بتاعك كان في الماضي حول خليه ماضي تامة. طبعا عندك هات سين رقم بي. عمر said that he had begun to live in the flat 5 years. عمر قال انه هو بدأ طبعا يعيش في الشقة دي من 5 سنين فاتوا 5 years ago. قدامك ايه تحولت الى before خلي بالك زي ما كنا قلنا او طبعا earlier زي ما اتفقنا معك. عندك before she says فعل القول بتاعك مضارع. فعل القول مضارع ما تحولش. فعل القول بتاعك مضارع ما تحولش. بتقول ان she look for a mechanic when her car breaks down. طبعا she مش هتاخد معك كلمة have to ما تنفعش معها. و had to ده الجملة اصلا مش ماضي. اتفضل has to اتفضل كلمة must. must الزام داخلي حاجة من جواك. has to حاجة من بره غصبا عنك. بتضطر تدور على الميكانيك لما العربية بتقطط. طبعا يبقى عندك هنا has to رقم C. خلي بس ساعتك. we want you to help us please. عايزين تساعدنا لو سمحت. طبعا احمد said that they want طبعا يبقى us. طبعا عايزنا احنا يبقى عندنا كلمة us قدامك رقم C. رودينا آية was busy. هنا ما عندكش مفعولة. آية اخوانا مش مفعولة. آية سعادتك دي الفعل بتاع كلمة was busy. طبعا عندك كلمة said رقم ايه. تمام. she said I want طبعا me to learn there. طبعا قالت ان هي عايزاني اسلفها الكاميرا بتاعتي. هتبقى عندك she طبعا رقم ايه. my wife replied that she was preparing lunch. هنا عندك was preparing ده ماضي مستمر. كان اصله ما مضارع مستمر. يبقى هي قالت انها بتحضر الغداء now. حولها طبعا هتبقى عندك كلمة then رقم بي. ما ينفعش at this moment فانت خليها at that moment. خلي بالك the teacher told the pupil that sea water different from river water. تعني المستر قال ان مية البحر تختلف عن مية النهر حقيقة. يبقى عندك كلمة is جملة عندك حقيقة علمية. the science teacher told the class that ice on water. المستر بتاع ساينس قال ان ساعات تجد ايه بقى ان التلج بيطفى على الميه برضه حقيقه. يبقى عندك فلوتس اول اختيار. فكده بتاعتك ماي فريند سامر از ا فيري اورجنايزد وير وانس ان بيرسون اند يوزلي هيتس نيجليجنس. طبعا هنا صاحبي سامر راجل متنظم كويس راجل منظم كده وبيكره ساعتك نيجليجنس ما يسمى الاهمال. اند نيجليجنت بيبل والناس طبعا المهمله المهملون. though he has no enemies عرفت انا ما عندوش اعداء. lives in peace وعايش في سلامة. and كمان سعادتك stability استقرار. there is always one fool that he doesn't like meeting. هو ما عندوش اعداء والراجل عايش في سلامة واستقرار. لكن دايما في one fool خصم او عدو واحد بس that he doesn't like meeting ما يحبش طبعا يقابله اللي هو it's a carelessness ما يسمى الاهمال. he lived with his parents until he was 24 years old. عمنا سامر عاش مع والديه لحد ما كان من 24 سنة. and then he got a job in an office of a big factory in another town. بعد كده طبعا جات له ربنا كرمه بوظيفة واخد بس ساعتك في مكتب في مصنع كبير ما شاء الله في بلد تانية. so he left home فطبعا ساب البيت بيت بابا يعني ومامته. he found a little flat وراجل طبعا ربنا كرمه ولقى شقة كده صغنونة and lived there on his own وعاش فيها بمفرده. at first he cleaned it himself في الأول كان بينظف الشقة طبعا بنفسه. he got tired طبعا تعب هو of doing so يعمل الكلام ده every now and then من وقت للتاني فطبعا عنده شغل وهينظف ولا يشتغل. so he asked one of his colleagues for advice فطبعا هو سأل حد من زمايله في العمل عن نصيحة. طلب النصيحة. the colleague recommended a woman that could help look after Samuel's flat. فطبعا صاحبته او زميلته في العمل رشحته طبعا واحدة ست انها تنظف له الشقة بتاعته. and that would cost him much that would not وطبعا ده مش هيكلفه كتير. سامر asked Mrs. ليلى طبعا سألتك طبعا Mrs. ليلى to help him and she agreed طبعا وافقت. she promised to come to clean his flat for an hour every morning. صاحبتنا قالت انها طبعا هتيجي تنظف له الشقة ساعة كل يوم الصبح. after she had been working for Samuel for 2 weeks بعد ما هي كانت شغالة عند عمنا سامر بقالها أسبوعين. one evening ذات مساء he looked at the mirror in his bedroom and thought
وفي يوم سعادتك كده بالليل بص في المرايه واعتقد وراح قايل ذات ميرور لوكس فيري تاستين. احي ايه ده المرايه شكلها مترابه قوي. مسز ليلى از فورجوتن تو كلين ات. ده حتى مدام ليلى نسيت تنظفها. اي كان رايت اون ذا داست وذ ماي فينجر. يا ده انا كان ممكن اكتب على التراب بتاع المرايه باصبعي ده. Before he left for work in the morning, he wrote this message on the doorstep. قبل ما يطلع على شغله في الصباح كتب هذه الرسالة على التراب بتاع المراية. I cough, أنا بكح. Whenever I breathe, كل ما بتنفس. Because everything in this room is very dusty. أنا بكح كل مرة بتنفس فيها علشان كل شيء في هذه الحجرة is very dusty, حاجة مترابة. When he got home, لما وصل البيت ذات في العودة بقى لما رجع بيتها إيه في المساء that evening he looked at the mirror and wondered why she didn't have cleaned it. بص على المرايه وتسائل ليه الست ما نظفتش ايدها. طبعا عادي على المرايه. then he bent down and طبعا صاحبنا راح منحني كده على المرايه على الارض يعني وسعادتك out of the blue معناها فجاه اتبدى معناها فجاه he saw a bottle in front of the mirror. طبعا دي باب خلبك ارضي ده يا جماعه. طبعا سعادتك شاف وجد ازازه قدام المرايه. بص النقطه اللي جايه he picked the bottle up. طبعا صاحبنا راح شايل الازازه مع الارض. قال له ده كيف بص على الازازه كويس. مسز ليلى هاد لسه موزن. طبعا مدام ليلى كانت كاتبه كم كلمه كده عليها. هير ذا ويردز. طبعا راح اقرا بقى ايه بقى كاف ميديسن. الف سلامه عليك. طبعا سعادتك هتجي باله دواء كحه وراح طبعا ايه بقى صاحبنا هي كود ميك هيد نور تيل. طبعا صاحبنا ما قدرش يفهم ايه الرساله. طبعا مدام ليلى ما شاء الله ست يعني ايه عينيها ده بيبقى فيها رصاصه بعيد عندك ست بكحه قوي يعني. فطبعا التامي عندك في الاخر لو ما قدرش يعمل لا هيد ولا تيل من كذا يعني ما فهمش المقصود. وين سامر ريد ذا وودز اون ذا بوتل. صاحبنا لما قرا الكلام اللي على الازازه مال ما فهمش. هي واز كونفيوزد. عندك رقم ايه كان متحير مرتبك. تو اسك مسز ليلى تو كلين ذا ميرور. صاحبنا عشان يطلب من مدام ليلى تنظف المرايه عمل ايه؟ كتب لها على الازاز بتاع المرايه على رقم بي. خلي بال حضرتك. سامي فاوند ذا ميرور ديرتي. لا المرايه مش نظيفه. كان طبعا بعد ما اشتغلت معاه اسبوعين. كلمه يا جماعه افورت نايت معناها اسبوعين. كلمه يا جماعه افورت نايت معناها اسبوعين. خلي بالك ليه طبعا وايد سامي ليف هيز بيرنس هاوس او هوم. ليه صار طبعا بيت اهله عشان بقى الوظيفه. طبعا بيكوز هي جات ا جوب. طبعا عندك هنا رقم دي خلي بالك. العباره دي يا جماعه كود ميك هيد نور تيل معناها ان هو ما قدرش يفهم. هذا هي كود اندرستاند رقم بي. خلي بس على التجاوب. ار تو سينونيمز. اثنين من المرادفات حضرتك. كلمه فو اند انمي عدو. الاثنين معناها عدو خلي بالك. كلمه ايه احنا قلناها عاد ساعتها طبعا على ايه بقى؟ على المفروض عادي على المرايه ولا على الشقه بقى ثانيه واحده. قال لها طبعا ايه بقى؟ قال لها ده كلمه ايه طبعا يبقى عادي على الشقه كلها. هو ما جابش المرايه في اختيارها طبعا. ما جابش المرايه يا اخوانا يبقى عندك هنا عادي على فلات رقم بي. لكل شعب ثقافته الخاصه التي يتوارثها الناس من جيل الى جيل وتشمل هذه الثقافه الملابس والاغاني ووصفات الطهي المميزه. Each people have its own culture. The people pass on from generation to generation. طبعا this culture includes clothes, songs and distinctive cooking recipes. اعتقد دي سليمه. Each will have their own culture. سعادتك the people pass on from generation to generation. This culture includes clothes, songs and distinctive cooking recipes. ماشي. عندك في الورقه she will have its own culture. The people passed. لا دي ما تنفعش عشان كده عندك هنا passed في الماضي. الجمله عندك مضارع خلي بالك. Each will have their own culture. The people pass on from generation to generation. This culture concludes. طبعا دي مش معناها يشترط يعني طبعا سعادتك يختم يعني او ينهي او يستنتج بره حساباتنا خالص. طبعا سعادتك ان كل الناس عندهم ثقافتهم الخاصه. عندك طبعا كلمه عندك رقم بي ذير خلي بالك هنا عايد على البيو طبعا جمع قدام سعادتك اهي. Each one of us needs to be respectful of others. كل واحد فينا لابد ان يكون محترما للاخرين in parallel طبعا بالتوازي يعني نفس الوقت. One needs to be independent of others and rely on oneself. واحد كمان لازم يكون مستقل ويعتمد على نفسه. يحتاج كل واحد منا ان يحترم الاخرين. في موازاه ذلك يحتاج المرء الى الاستقلال عن الاخرين والاعتماد على لا 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 اعتماد على واحد منهم ده غلط خلي بالك. يجب على كل فرد ان يحترم الاخرين ماشي. في نفس الوقت يجب على الفرد على المرء ان يكون مستقلا عن الاخرين وان يعتمد على نفسه. دي سليمه. عندك في الورقه منها
كاتب يجب على المرء ان يكون معتمدا. لا طبعا كتب في الورم منها يجب على كل فرد يعني احنا الاخرين في نفس الوقت يجب على المرء ان يكون يعتمد. ده ما ينفعش ما ينفعش. عندك فعلا رقم بي هي الاجابه الصح بتاعتنا. واخد بال حضرتك ده كده الهومر بتاعنا التاني سيشن ايه يا راجل يا طيب. هنا سعادتك بقى سيشن بي عند حضرتك في صفحه 59. I don't like an office job. I'm not good at sitting at desks. لما نقول هنقعد على الترابيزه على السفره حرف جر بتاعك ات مش اون. انت مش قاعد على الديسك من فوق خلي بالك. يبقى عندك ات رقم بي. It's the job of A to extinguish fires. شروط ان هو يطفي الحرائق. طبعا ده اسمه فاير فايتر. رقم سي خلي بالك. Which are required. ايه الحاجات المطلوبه في دريم جوب. طبعا ايه المهارات المطلوبه خلي بالك. انت محتاج ناون عندك سكيلز رقم دي. If I were A, I could fix broken pipes. لو انا شغال ايه حاضر اصلح المواسير البايظه. طبعا ساعتك شغال سباكه عندك بلامر رقم سي سباكه. مارتن هاد لونج ات ذيس كومباني. طبعا مارتن عنده مهنه طويله فتره عمل طويله في الشركه ساعتك هتبقى كلمه كارير رقم سي خلي بالك. وانس يو امبيولانس طبعا اول ما تسمع السرينه بتاعت الاسعاف تبقى عندك سايرنز رقم سي خلي بالك ساعتك. هاي امبورتنت ار كواليفيكيشن وي لوكينج فور. لما ساعتها تدور على وظيفه طبعا قد ايه مهم مؤهلاتك عندما تبحث عن عمل خلي لوكينج فور خلي بالك. وات دو لايك بيست ايه اكتر حاجه بتحبها خلي بالك. طبعا بنقولها وات دو لايك بيست خلي بالك او موست تكتبها جنبها كمان بنكتبها يا جماعه بعد الفعل لايك او بيست. لايك او بيست بعد الفعل خلي بالك طبعا بيست او موست. طبعا يو شود بي فيري سكيلفول. الجمله محتاجه صفه. الجمله محتاجه صفه. يجب ان تكون ماهر يجب ان تكون بارع خلي بالك. عندك سكيلفول رقم سي. مستر عصام از ويل طبعا سعادتك هنا محتاج صفه. مستر عصام مؤهل تاهيل جيد يبقى عندك ويل كواليفايد رقم بي مؤهل تاهيل جيد. يو شود بي ان ذا فيلد اوف ميديسن تكون مطلع. كلمه عندك رقم بي خلي بالك نوليدجبل معناها مطلع او واسع الاطلاع. A person who can explain their ideas well is a good طبعا communicator. الشخص يا اخواننا اللي بيعرف يعبر او يشرح افكاره جيدا هو شخص متواصل جيد. طبعا ساعتها بقى فصل افكاره يبقى عندك رقم سي communicator خلي بالك. The athletes been a prize طبعا هي ساعتك الرياضي منح جائزة. قلنا award حاجة رسمية خلي بالك. ما ينفعش كلمة one ما ينفعش كلمة الجملة عندك مبنية للمجهولة. الجملة عندك بس منح جائزة. The rich man the driver طبعا سهمنا الراجل غني كافئ السواق دي حاجة ودية تبقى عندك طبعا reward رقم ايه خلي بالك. Helping other people makes me make وراها مفعول ثم الفعل في المصدر. ميك معاها مفعول ثم الفعل بتاعك هينزل في المصدر يبقى عندك فيل رقم بي خلي بالك. دي emergency room حجرة الطوارئ خلي بالك ساعتك. فين بقى هي بيقول لك ان ذا هوسبيتال حجرة الطوارئ في المستشفى بنسميها ساعتك casualty department. هتبقى عندك ساعتك هنا مكتوب مرتين هتبقى عندك طبعا اللي هي رقم دي معلش مش كوزاليتي هتبقى عندك رقم دي دي رقم سي كوزاليتي يعني السببيه لكن دي كاجوالتي عن طبعا رقم دي بس الكلمتين شبه بعض. Learning the skills you need for a job is called انك تتعلم المهارات تتعلم المهارات تتعلم المهارات لوظيفه اسمه تدريب مش تأهل اسمه تدريب يبقى طبعا ساعتك رقم بي تريننج طبعا تدريب. Hospitals المستشفى طبعا should be equipped لازم تبقى مجهزه with new nurses بممرضات متاهلين حديثا هتبقى عندك كواليفايد. انا عايز صفه يا جماعه لكلمه ممرضات او ممرضين مؤهلين خلي بس ساعتك. We should our local طبعا ساعتك هنا products لازم نحسن منتجاتنا المحليه تبقى عندك improve يحسن الرقم دي. To improve my language skills عشان احسن مهارات اللغه I had to some courses كلمه كورس فعلها take رقم دي خلي بالك وممكن كمان كلمة دو a course او تيك خلي بالك. Young people should read daily papers looking for job. الشباب لازم يقروا الصحف اليومية بحثا عن فرص عمل طبعا اسمها job opportunities رقم ايه. My teacher always comes on time. مستر بتاعي دايما بيجي في الميعاد هو راجل منضبط او مواظب تبقى عندك رقم دي punctual معناه منضبط او مواظب.
This information is quoted from sources. I'm sure. بتاعنا هذه المعلومات احنا اقتبسناها من مصادر منها مصادر يعتمد عليها. انت عايز صفة خلي بالك. عايز صفة يبقى عندك رقم C. Reliable. This tube. هذه الانبوبة. Is enough to bend. طبعا ساعتك الانبوبة والمصادر دي مالها ان احنا نقدر نتنيها. يعني ساعتك ان هي مرنت. يبقى عندك flexible. رقم D. مرنت. It's there. That makes my job so enjoyable. It's there. انت عايز انه نخلي بالك. عايز اسم هنا. انه التنوع. اللي بيخلي وظيفتي ممتعة. هتبقى عندك variety. رقم C خلي بالك. Minor. May lead to solving thorny problems. ايه ساعتك سنوية او فرعية او بسيطة. ممكن تؤدي الى حل المشاكل الشائكة. كلمة thorny معناها شائكة. طبعا ساعتك انا minor details. رقم B التفاصيل الشائكة. IT يا جماعة IT دي مش كلمة IT. IT لكلمة information technology. طبعا short form of. طبعا سند كلمة ما سند كلمة information technology. طبعا ساعتك ده رقم C قدام حضرتك ايه. It's not to do all the cleaning alone. طبعا ما هوش ايه ان اعمل كل التنظيف لوحدي. ما هوش عدل. It's not fair. رقم B خلي بالك. انت عايز هنا يا محترم صفة خلي بالك ساعتك. Obviously من الواضح. Teachers have to be good. المدرسون يجب ان يكونوا بيعرفوا يوصلوا شيء كويس. متواصلون جيدون. طبعا عندك communicators. رقم B. How to go to America on holiday. يا له من شيء مثير انك تروح امريكا باجازة. يبقى how exciting. رقم C. بعدها وحط الصفة. بعدها وحط الصفة خلي بالك. I'm preparing means you need to think about and taste. وانت بتحضر الوجبات محتاج انك تفكر في حاجتين. في التنوع الحاجات اللي هتتاكل وكمان طعمها مذاقها. يبقى عندك variety. رقم D التنوع. انا عايز اسم خلي بالك. الجملة محتاجة noun خلي بالك. الجملة محتاجة noun خلي بالك. A legal agreement among people is called. ساعتك اتفاق او يعني اتفاقية قانونية بين الناس بنسميها عقد. طبعا هتبقى عندك contract. رقم دي طبعا عقد. When you have the required skills you will be. لما ساعتك هيبقى عندك لما يكون عندك المهارات المطلوبة كساعتك إيه الوظيفة. ساعتك مؤهل للوظيفة. الفرق معنا بالرقم B ورقم C خلي مالك. هنا كلمة eligible دي ساعتك معناها مؤهل لحاجة. طبعا ساعتك رقم B eligible التاني طبعا دي معناها ان هو صعب القراءة بتاعته. طبعا eligible دي معناها يا سهل ايه قراءته خلي بالك. A nurse needs to be. المرضى ساعتك لازم تكون صبورة. And dean طبعا with the children. طبعا عندك هنا patient رقم A. patient صبور صفة. اما كلمة A patient معناها مريض خلي بالك ساعتك. Companies do the best to the jobs. Rewarding. طبعا ساعتك الشركات بتأدي ما فوق سعها عشان خاطر تجعل وظيفها مجزية خلي بالك. مش تأدي وظيفها. طبعا عندك make رقم A. After I had graduate I got A. صفة. والصفة لا تجمع. صفة يا جماعة. والصفة لا تجمع. هتبقى عندك 2 رقم B. وعندك كمان رقم C مكتوبة هي مرتين. Candidates المرشحين should have training. لازم تعرف ساعتك عندهم تدريب وكمان بقى وعندهم خبرة عملية. عندك practical رقم A. عملية طبعا. و shouldn't buy that don't have labels. ما ينفعش نشتري ايه اللي ملهاش طبعا ساعتك بطاقة بيانات. يبقى عندك على الرقم دي خلي بالك هنا. products منتجات. To get the job you must your language skills. عشان طبعا تحصل وظيفة لازم تحسن مهاراتك بتاعت اللغة. improve رقم C خلي بالك. when he was climbing the mountain he met many. اكيد طبعا challenges. لما هو كان بيتسلق الجبل وقابلته صعوبات او تحديات عديدة. يبقى انت على رقم B خلي بالك challenges تحديات. you can choose from a of books here. طبعا ممكن تختار من تنوع من الكتب هنا. هتبقى عندك رقم D variety. رقم D خلي بالك. climbing the mountain was very. تسلق الجبل كان صعب. دي صفة يا جماعة. رقم B challenging معناها صعب خلي بالك. you should apply for the job before that. لازم تقدم للوظيفة قبل ساعتك الموعد النهائي. الكلمة اسمها deadline رقم C. we always play football. دايما نلعب كورة طبعا برا البيت. outdoors رقم C. طبعا دي حالة. قلنا اللي اخرها اس حالة. اللي اخرها اس حالة. اما اللي من غير اس خلي بالك كلمة outdoor كده هو. وكلمة indoor ساعتك كده هو. دول صفات. ولازم
يجي ورا منهم اسم خلي بالك، لازم تحط ورا منهم ناون خلي بالك، اوعى تنسى. is a particular type of business that produces a particular type of goods or services. نوع معين، نوع معين من الاعمال بينتج خدمه معينه او بضاعه معينه ما تسمى سعادتك الصناعه تبقى عندك industry رقم بي. is a period of time فتره من الوقت working in order to learn skills needed to the job. فتره من الوقت بتشتغلها عشان خاطر تتعلم مهارات محتاجينها لقيام بوظيفة. ساعتك هتبقى apprenticeship رقم سي، ما يسمى تدريب او تمرين. where did you your degree؟ قلنا من شوية كما قدامك كلمة degree فعلها do، خلي بال حضرتك. ماشي يلا بينا. was the grammar بتاعك بتاع التنس session بي يا بطلة. he asked if، قلنا لازم نجيب ترتيب خبري فعل ثم فعل وتحول افعالك يبقى الصح بتاعنا I could رقم دي. your mother asks فعل قول مضارع، فعل قول مضارع خلي بالك. ما بتسأل طبعا what your plans are for the next week خلي بالك رقم سي. she asked me she could help، طبعا اكيد ده سؤال معناه هل، يبقى عندك whether اول اختيار بسبب كلمة if زي ما اتفقنا معاك. the man asked me if he، طبعا كلمة could الفعل عندك محول خلي بالك. هذا عن she wants او he wants to know if، هنا عندك وصف الاول غلط، اسف الاول غلط، اسف الاول غلط، وصف الاول غلط. عايزين ترتيب خبري فعل ثم فعل. she was ده كده ماضي سعادتك، she is ده كده مضارع تبع رقم سي هي الصح بتاعنا عشان سعادتك هنا he wants فعل قول مضارع ما تحولش، فعل قول مضارع ما تحولش حاجه. the me وذا I was ill طبعا سألوا يبقى عندك asked رقم دي، هنا ما ينفعش wanted to know عشان مش مفعوله، wanted to know ما يجيش وراها مفعول خلي بالك. you ask me I had traveled by train طبعا سؤال معناه هل، يبقى عندك اف رقم اي الأخيرة مش وذر التانية دي river اللي معناها طقس خلي بالك. I wondered if he many points، هنا wondered طبعا في الماضي will مش محولة، has محولهاش، scores المضارع تبقى عندك كل score رقم بي. she asked me I scored a famous goal طبعا ask اللي عندك يبقى كلمة if طبعا سؤال معناها هل خلي بالك. he asked me I had watched the play or the film، طبعا كتب يا جماعة كلمة or ساعتك هتبقى whether رقم سي، سألني شفت ده ولا ده. طبعا he me if I had won طبعا ساعتك هتبقى كلمة ask، لا خالص 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 هيبقى عندك he told خلي بالك، هنا بيضحك عليك هنا بيشتغلك. لو انا كسبت كان كنت ايه كنت اعطيت الجايزة، هنا if بتاعت اذا او لو مش if بتاعت الاستفهام، هنا if الشرطية، هنا if بتاعت الconditional sentences خلي بالك. انت سواء ask me the ocean is deeper than the sea طبعا سألني بهل، عندك وذا المثل سألني اذا كان المحيط اعمق من البحر. the doctor need to stay دي كلمة نصيحة طبعا دكتور عندك نصيحة دعوان اقعد في اسبوع، يبقى عندك advise رقم اي. I asked him qualification he had سألته ايه المؤهلات اللي معاه، هتبقى عندك what رقم اي. could you tell me what هنا عند سعادتك عايزين ترتيب خبري، do في الاول غلط، did في الاول غلط. الحاجة التانية هنا كلمة could you tell me ده مضارع مش ماضي، could you tell me تعتبر مضارع خلالك مش ماضي، يبقى عندك you intend رقم ايه. she asked me if I had seen film before مفرد طبعا this at الجامعة، this بتاعت الجامعة عندك كلمة that رقم سي طبعا لان this مش محولة. might just said to me your homework yet ده سؤال مباشر، عندك علامات تنصيص، عندك علامات استفهام، كل حاجه زي ما هي، وعندك كلمه يت بتاعت المضارع يت بس عندك كمان have you finished رقم دي خلي بس ساعتك. عايز ما asked her much homework طبعا سالتها، كلمه ذات ما تجيش في الاستفهاميه، كلمه تو دي ما هيش جمله طلب ولا امر خلي بالك. طبعا سالتها اذا كان عندها واجبات كتيره يبقى if she had رقم بي خلي بال ساعتك. that is asked me when was I ده ترتيب ما هوش خبري، am I ده مش خبري، have I ده مش خبري، يبقى ساعتك بقى طبعا when I was traveling عندك رقم ايه. I said to Ali to the park with me طبعا ساعتك ده سؤال if ما تنفعش ما تنفعش يو ما تنفعش، يبقى عندك will you go رقم سي مباشر، الجمله دي كلام مباشر خلي بال حضرتك. علا has just asked هنا علا لسه سأل حالا with her hair طبعا with her homework هتبقى عندك هنا I will help رقم سي، will في الأول غلط، will في الأول غلط، would في الأول غلط، ما ينفعش ساعتك to help بعد كلمة to قدامك، ما ينفعش to بعد وذا اللي هو كاتبها خلي بالك طبعا، وذا to help هي كذا. she had asked if
ديت في الاول غلط، ديت في الاول غلط. دي شي وركس مضارع، شي ويل برضو ما حولهاش، يبقى عندك شي وركد رقم سي. محمود اسكن مي اف اي تو اس وان ذا بيفور، اخر الجمله ذا بيفور دي اصلها لاست يير، الجمله كانت ماضي، حاول تبقى ماني تايم، تبقى عندك هاد بين اول اختيار. ذا تيشر وندر تساءل، المستر تساءل هوز باك از ذات، كده سؤال ما ينفعش. ووز ذات كده سؤال ما ينفعش، انا عايز ترتيب خبري، عايز بعد هوز باك فاعل ثم فعل، بس عندك هتبقى ذات ووز رقم دي، رقم دي ما ينفعش عندك من اسم مضارع ما حولهاش، رقم بي اسم مضارع ما حولهاش. His mother told him to study harder and added that. ماما قالت له ذاكر بجد، واضافت ان طبعا دي فرصته الاخيره، هذا سعادتك this was رقم بي. ليه ما حاولتش كلمه دي تخليها ذات؟ عشان ما ينفعش تبقى كلمه مرتين، مش هقول ذات ذات، ما ينفعش سعادتك، يبقى that this was his last chance. I told my dad that I have، عندك كلمه told اهو فعل قول ماضي، don't ما ينفعش، haven't ما ينفعش، ما ينفعش اختار كلمه had رقم سي، عشان بعد هادنت هكتبها هاد مش هكتبها هاف، خلي بالك بعد هادنت انت محتاج باست بارتيسيبل، يبقى صح عندك كلمه didn't have رقم ايه. ذا تيشر اسكد احمد، هنا عندك اف داز ترتيب مش خبري، اف ديد ترتيب مش خبري، وود ما حطش اداه ربط، يبقى صح عندك اف كيم رقم ايه. زياد اسكد هاردر وير، هات في الاول غلط، ديت في الاول غلط، شي فاينز مش محوله، يبقى صح عندك شي هات فاوند رقم بي. هي ذات طبعا هي ستولن، يبقى طبعا اعترف، يبقى عندك ادميتد اعترف انه سرق هيز فاذرز ماني. هي سيد شاي ميك يو سمثينج تو ايت، قال اعمل لك حاجه تاكلها، طبعا لو كده عزم عليك يبقى هي اوفرد تو ميك مي سمثينج تو ايت. هي اسك مي اف اي نو مضارع ما حولهاش، وين مستمر ما حولهاش، هاف مضارع تم ما حولهاش، يبقى الاجابه عندك هتبقى كلمه نيو اول اختيار. The manager if I had already done thought his suggestion over، طبعا ساعتك هنا هيبقى عندك wanted to know، عن طبعا رقم سي المدير كان عايز يعرف اذا كنت انا فكرت في الاقتراح بتاعه. اول واحده wonder بالاي دي معناها ساعتك يتجول مش معناها يتساءل. Last week الاسبوع اللي فات Jenna said that they were meeting the new instructor، now مش محوله، ليه مش محوله؟ this مش محوله، عندك كلمه that day رقم دي محوله طبعا اصلها today. My sister that I wore headdress without asking، طبعا اختي اشتكت انها طبعا لبست فستانها من غير ما اقول لها، يبقى عندك complained رقم دي، الجمله عندك جمله شكوى خلي بالك. The professor asked to put our pencil down immediately، استاذ الجامعه قال انها نضع اقلامنا الرصاص دي فورا ساعتها، طبعا يبقى دي جمله امر، يبقى عندك ordered رقم بي. Do you know what time، عايزين ترتيب خبري، عايزين ترتيب خبري، is في الاول غلط، was في الاول غلط، مكتوب عندك بره do you know مش did you know، مكتوب عندك بره do you know، فعل قول مضارع هتبقى عندك it is رقم بي. The teacher asked why too many times the students were absent، هتبقى عندك هنا كلمة that day، الجملة هنا فيها كلمة تركي أصلها are، الجملة عندك هنا فيها كلمة تركي أصلها are، يعني كان في المضارع، معنى الجملة المثل سأل ليه طلبة كتيرة غايبة النهاردة؟ السؤال كان كده، السؤال كان why are so many students absent today؟ حاولنا خليناها that day رقم بي خلي بالك. Can you kindly tell me where؟ عايزين ترتيب خبري برضه، اسم الأول غلط، خلي بالك. The manager was ما ينفعش، عشان can you kindly tell me؟ ده فعل قول مضارع، تعالى ساعتك رقم بي هنا the manager بس ما فيش فعل معاها ما تنفعش، يبقى عندك طبعا رقم سي the manager is رقم سي. عمرو دياب said طبعا قال ان هي received، طبعا ان هو استقبل، جمله عندك بس في الماضي، حول يبقى ماضي تام باسيف، هتبقى عندك had been received، الجمله يا جماعه ماضي، الجمله ماضي، كاتب في اخرها the day before، ليه ما عملتهاش had received؟ لان قال ان هو استقبل في المطار من ملايين الايه او مئات الصحفيين. The promise طبعا وعدوا، يبقى الجمله عندك هنا promise كان فيها مستقبله، اذ مش محوله، وين مش محوله؟ برضه وين مش محوله؟ يبقى عندك would phone رقم بي. علي wanted to know my address، عامل عايز يعرف عنواني. What my address was، هنا ما عندكش فعل، هنا ما عندكش فعل، هنا كتب كلمة هاز طبعا غلط، وانا برضو ما حطش فعل معاه خلي بالك. وي اباوت يبقى احنا استفسرنا عن، يبقى عندك في انكوايرد اباوت طبعا
The person who rules him. Rubina, her mother. So I'm talking about here. That it has punished. That it has been told. رقم ايه؟ ما ينفعش complained. عايز حرف جر تو. لو complained يبقى رودينا اشتكت لمامتها. ناقصه كلمه تو. خلي بالك لحضرتك. احمد says فعل قول مضارع. فعل قول مضارع. That he to Alexandria every year. هتبقى عندك كلمه goes رقم سي. الجمله بتعبر عن عاده. الجمله بتعبر عن عاده. وسيبها زي ما هي. مجدي ask اني I play football or tennis. طالما كتبت كلمة اوردن قدامك دي طبعا هل ما عندك وذر رقم سألني هل انت تلعب كورة ولا تلعب تنس؟ سامي اسكت وات دو يو مين؟ السؤال المباشر مكتوب قدامك هو مضارع حاول طبعا تبقى ماضي يبقى عندك كلمة منت رقم سي خلي بالك جملة رقم سبعة مين ده هنعملها من شوية قلناها ذيس ووز عشان طبعا ما ينفعش نزلت ورا بعض تامر اسكت وات ار يو دوينج هنا الجملة عندك هو مضارع مستمر حاول واعمل ترتيب خبري هتبقى ماضي مستمر وطبعا I was رقم سي am I غلط was I غلط I am اما حولها شب ليلى said that her brother had gone to the stadium an hour ago حول ago طبعا كان before خلي بالك ليه سألت ان اخوها had gone يعني اصلها went اللي سأل من ساعة فاتت خلي بالك اصل الجملة an hour ago حول ايه بقى an hour ago before The receptionist asked us if عايزين يا جماعة فعل في الأول وين في الأول غلط حضرتك كده هم ما ينفعش معنا are في الأول غلط we are ولا we were طبعا هتبقى عندك جملة محولة يبقى we were going رقم دي خلي بالك my sister that I wore طبعا دي قلناها من شوية اشتكت يبقى عندك complained رقم دي وبرضه الجملة عندك احنا قلناها من شوية قلنا ordered أمرنا طبعا رقم بي I have been playing tennis a long time now. هتبقى ساعتها كلمة for خلي بالك. For معها فترة زمنية. Since معها البداية. For معها المدة. هنا كلمة a long time دي فترة. خلي بالك ساعتك تحط معها كلمة for مش since. Can you tell me when you lost? طبعا ساعتك هنا تبقى كلمة went. الجملة جماعة ماضي طب كذا ما هي ماضي. الجملة ماضي. كاتب عندك هنا كلمة when بتاعت الماضي وكاتب كمان كلمة last بتاعت الماضي. It rained طبعا ساعتك ما بتشتيش كتير في مصر ما ينفعش never يبقى never rains تحط لها اس يبقى it doesn't often rain طبعا ساعتك هنا in summer What yesterday morning when I found you ايه ساعتك صباحا امس لما انا كلمتك حاجز كان شغال وحاجة تانية جت في النص كنت بتعمل ايه تبقى عندك we're doing رقم دي خلي بالك My kids are really pleased and this is the first time they have ever visited هتبقى عندك رقم سي دي سمينا معاك في الترم الاول خبرات حياتيه لما تلاقي ارقام ترتيبيه لما تلاقي ارقام ترتيبيه حط وراها مضارع تام since this morning I have drunk الجمله عندك فيها كلمه since انها تانية مضارع تام since معاها في الجمله الثانيه مضارع تام هتبقى عندك have drunk رقم ايه the times is not an easy paper to read قريت التايمز طبعا ما هياش صحيفه سهله في القرايه it would mean little to the 2 million adults in britain Who can even read more popular papers? And that it would mean ستعني القليل للاثنين مليون بالغ للاثنين مليون بالغ في بريطانيا اللي حتى ما بيعرفوش read طبعا ساعتك يقروا popular papers الصحف الشعب أكثر شعبية It would also be difficult to understand for many to whom English is a second language والجريد ساعتك دي هتبقى صعبة جدا في فهمها لكتير من الناس اللي الانجليش ساعتك يعتبر لغه ثانيه بالنسبه لهم زي حالتنا يعني yet even those who read the times حتى الناس اللي بتقرا جت التايمز بسهوله easily and with pleasure وبسعاده might have difficulty ربما يواجهوا صعوبه with official forms ساعتك بالاشكال الرسميه leaflets طبعا ساعتك النشرات اللي جواها and legal agreements والاتفاقيات القانونيه Ordinary people's lives حياة كتير من الناس العادية are governed طبعا ساعتك بيتم التحكم فيها by forms and notice from the moment for their birth is registered until the day they die يعني الكلام ده حياة الناس العاديين بيتم السيطرة أو الحكم طبعا التحكم فيها بساعتك أشكال وساعتك كمان من اللحظة اللي منادهم بيتسجل فيه لحد ينطق اللي هم يموتوا فيه يتوى مع ذلك many can make no sense of the word طبعا on the bits of papers لكن ساعتك مع ذلك الكتيرة can make no sense طبعا مش معنى
للكلمات اللي موجودة سعادتك في بعض أجزاء الصحف. It is 33 years sincere Ernest Goers wrote a book called The Plain Words to Guide Civil Servant in Writing Clear English. قال لك عدى 33 سنة من ساعة الراجل ده ما كتب كتاب اسمه كلمات بسيطة طبعا واضحة لإرشاد Civil Servants الموظفين المدنيين في كتابة إنجليزية سهلة بسيطة واضحة. Sadly بكل أسف officials الموظفين who are writing now اللي طبعا بيكتبوا النهاردة don't seem to have read يبدو انهم ما قروش the book الكتاب ده يعني هم بيجعلصوا اللغة. The executive effect that much of what they write could be understood by Abaton Boy arguing that complicated schemes must have complicated explanation يعني الكلام ده هم طبعا excuse يعني بيتعللوا يعني بيتحججوا يعني بالحقيقة اللي بتقول ان كتير من الكلام اللي ما بيكتبوه ما ينفعش يتفهم طبعا ساعتك بالجدال ان كمان طبعا ساعتك الخطة المعقدة يجب طبعا يكون ليها شروحات معقدة يوم يعني غبين كالكعب معنا صح. They also claim هم كان بيدعوا ذي عادة على الأوفيشلز خلي بالك بيدعوا ان القراء نفسهم readers will think it is an insult to their intelligence to be addressed in simple language ولا طبعا ان القراء بتوعهم هيعتبروها إهانة insult إهانة ان طبعا لذكائهم انهم يتم خطابهم بلغة بسيطة ما يصحش يكتبوا اللغة بسيطة طبعا دي إهانة للقراء بتوعهم يحبوا الجعلصة. They think longer and fine phrases make what they have to say seem more important بيعتقدوا ان الكلمات الطويلة بيعتقدوا ان العبارات ساعتك فاين الدقيقة ديت او يعني العالية اوي الهاي كلاس بتجعل الكلام اللي بيكتبوه يبدو مهم جدا انما هو يجعلص الحياة قال يعني هو كده مهم. They do not care very much if customers and clients remain ignorant ومش فارق معاهم مش بيهتموا اذا كان سعادتك الزبائن بتوعهم ايا كان هما مين يبقوا جاهلة. Public ignorance makes the job easier لان جهل العامة يجعل وظيفتهم اسهل. As a result وبالتالي we affirm that even people who can read well كانت feeling correctly. النهاردة يا جماعة عندنا طبعا ساعتك فورمز اشكال اللي حتى الناس اللي بتعرف تقرا كويس مش قادرة feeling correctly تملاها او طبعا تستوعبها ساعتها بشكل صحيح. Important agreements are based on unreadable small print طبعا ساعتك الاتفاقيات المهمة مبنية على حاطط طبعا هنا طباعة صغيرة unreadable ان انت ما تعرفش تقراها. Warning notices on dangerous materials are printed so small. حتى عبارات التحذير على المواد الخطيرة بتطبع small قوي. ذات لدرجة ان few people ناس قليلة will understand them before an accident. حتى ناس القليلة نادرا ما بتعرف او تفهم الكلام ده قبل حاسة. يعني حتى عبارة التحذير دي بتبقى useless بلا فائدة. لات كمان alone after time. وايه بقى؟ وسبعة لوحده بعد ذلك. ذلك pressure ساعتها كمان الضغط القانوني. On businesses في الأعمال طبعا to simple language has made difference ضغط القانون في الأعمال إن إحنا نستخدم لغة أبسط عمل اختلاف أخيرا. Even if lawyers and counts themselves to use the language ordinary people cannot read على الرغم ساعتك إن المحامين والمحاسبين كمان لسه بيستعملوا اللغة الناس العادية أمثالنا ما يعرفوش يقروها. Companies can now make big profits حتى شركات النهاردة بتعمل أرباح كبيرة. From simplifying the language من ساعتك تبسيط اللغة of ساعتك تقريبا للعود بتاعته of contracts and complicated documents for fees up to 10,000 for each job another وظيفة شروط الناس ايه بقى تبسط لغة العقود ديت. In Britain an organization called the Plain English Movement another بريطانيا في منظمة اسمها ساعتك حركة الإنجليزية البسيطة was set up by Martin Cutts and Chrissy Maher. قال لك يا جماعة دول عملوا ساعتك المنظمة دي. They started by producing a newspaper in Liverpool for others who had difficulty reading. هو الناس دول بدأوا بأنهم أنتجوا جريدة في ليفربول للبالغين اللي عندهم مشكلة في قراءة الكلام المجعلص. Then they ran an advice طبعا ساعتك center كان بيديروا مركز استشاري ساعتك طبعا هو in self-food simplifying forms and leaflets for people. طبعا هم بيبسطوا الأشكال بتاعت اللغة وكمان طبعا ساعتك النشرات للناس claiming طبعا unemployment and sickness benefits طبعا ساعتك ايه بقى عشان الناس تستفيد من الكلام ده او بيطلبوا الكلام ساعتك. The movement has had some success الحركة دي
عامة طبعا بعض النجاحات not least it is in the fine such leaflets to a bigger with the sentence a virgin only 10 webs has so demand is a piece of paper a year. معنى كان سعادتك ان الحركة دي بقى فيها سعادتك عامل بعض النجاحات على الاقل يعني تبسيط ان نشراتك لا تبقى اربع صفحات بجمل متوسط الجملة الواحدة 10 كلمات ده طبعا ساعد اوفر ملايين من الورق سنويا. But I'm why is important to simplify official language according to the text. ليه مهم ان احنا نبسط اللغة الرسمية حسب هذا اللي كانت عن سعادتك because طبعا everyone needs to understand it ان الجميع مفروض يفهم اللغة الرسمية. عندنا رقم بي خلي بال حاضر طبعا رقم بي الصحيح بتاعنا. Why does the writer mention plain words للكاتب ذكر كان البيرنس طبعا سعادتك هنا to show عشان يبين لنا with the pain word يبقى it's either one تعال رقم ايه خلي بالك دي الاجابة الصحيح بتاعنا عشان يعرفنا بقى المنظمة نفسها دي جابت افكارها من جابت من الكتاب اللي ذكره فوق. عندك طبعا several servants say they use complicated language because الموظفين المدنيين بتوع الحكومة بيستعملوا لغة مجعلصة. ايش معنى طبعا سعادتك لان اللغة ليس مجعلصة تماما المحتوى نفسه مجعلص يا سبحان الله. طبعا سعادتك هنا هتبقى عندك رقم طبعا the language must be difficult if the content is complex حسب كلامهم يعني. يبقى عندك اللي جاية the aim of the plain English movement الحركة دي طبعا ايه الغرض منها؟ ان طبعا سعادتك تعمل حاجة تخلي الناس تقرا كويسة. عندنا طبعا رقم بي يشجعوا استخدام اللغة البسيطة في الإنجليزية في الحالة العامة. عايزين طبعا suitable title عنوان سعادتك لهذه القطعة. طبعا هنا هتبقى أكيد the necessity طبعا ضرورة of using plain language استخدام لغة سعادتك بسيطة زي احنا قلنا عايد عن الموظفين عندك officials. رقم بي قطعة صعبة جدا أنا عارف بصراحة. So plain English movement resulted in سعادتك طبعا الحركة بتاعت الجماعة بتوع الإنجليزية البسيطة طبعا سعادتك أدت ليه؟ لتبسيطك كلمات اللغة الإنجليزية simplifying طبعا سعادتك هنا ما يسمى عن لما أنشر الأخير طبعا عندك هنا simplifying من الإنجليش إيه بقى؟ إنجليش عندك طبعا رقم بي هو الصح بتاعنا. لطالما تشكك العلماء في فعالية العلاجات الطبيعية لأنها تفتقر إلى أدلة علمية. Scientists have always questioned the effectiveness of national as they lack scientific evidence. رقم إيه سليمة وزي الفل العلماء طبعا بيسألوا بيشككوا في سعادتك فعالية الأدوية الإيه؟ الطبيعية أو العلاجات طبعا لأن هي بينقصها دليل علمي طبعا رقم إيه سليمة. طب رقم بي غلط ليه؟ لأن كتب سعادتك هنا because they do not have طبعا لأن عندهاش أدلة علمية. ثانية واحدة scientists have always questioned the effectiveness of natural drugs because they do not have scientific evidence لان ما عندهاش كذا. الجمله دي صح ثانيه واحده كده since have always questioned the effectiveness of natural remedies as they lack scientific evidence. سليمه الجمله scientists have always questioned the effectiveness of natural drugs because they هو مش كاتب يا اخوانا ادويه هو كاتب علاجات فطبعا remedies اصح بصراحه هو بيرجن ده في اللي وراها كده ساعتك يعني ايه كاتب sometimes ما ينفعش طبعا احيانا هنا عندك كاتب كلمه يوجوالي وكاتب كمان عندك كلمه كاتب ايه كاتب فيزيشنز فالجمله رقم ايه يلا ذكر خلي بالك ساعتك. الجمله عندك اللي جايه يجب علينا جميعا ان نتخذ كل الاجراءات الاحترازيه الصحيه الممكنه فذلك سوف يساعدنا على الوقايه من الامراض الوبائيه مثل فيروس كورونا. We must take all possible health لا 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 كاتب عندك هنا pronunciation دي معناها نقطه خلي بالك دي معناها نقطه ما ينفعش. We must take all possible health precautions ايوه البعث prevent epidemic such as the coronavirus رقم دي رقم بي سليمه. كلنا must take all possible نتاخد طبعا ساعتك الاجراءات الاحترازيه الممكنه this will help us prevent ده عشان نمنع epidemic disease او طبعا ايه ساعتك epidemic الوبائيه زي طبعا فيروس عند رقم بي سليمه. هنا كاتب impossible خلاص ما تنفعش وهنا كتب عند ساعتك طبعا كلمه هنا كتب كلمه we every لا ويقول مش ابري خلي بالك ابري دي غلط خلي بالك سعادتك خلي بالك هنا بيقول regular exercise has proven to have numerous psychological benefits التدريبات المنتظمه او التمارين الرياضيه المنتظمه اثبتت طبعا فوائد نفسيه عديده as it helps reduce طبعا بيساعد على تقليل depression الاكتئاب and anxiety والتوتر ثبت ان ممارسه الرياضيه بانتظام
لا فوائد بدنية، بدنية غلط، بدنية غلط. وبكاتب سايكولوجي خلي بالك، ثبت ان خوض الاختبارات، يا ساتر يا رب، ساعات تانية ما تنفعش خوض، دي غلط خالص. ثبت ان الاستمرارية الرياضية بانتظام لو فات نفسية عالية فتساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق. اعتقد ساعتك دي سليمة، هنا كتب في نقص الوزن ما تنفعش معانا، خلي بالك ساعتك كده. الهومورك بتاع يونت 10 سيشن A وسيشن B بس. يا شباب نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.